احنا قلناها كثيرا ونعيدها المره الف، العراق بحاجه الى قائد قوي بحجم العراق، بقوه العراق، بحجم العراق، بقوه العراق. اليوم اني كنا نحكيها بالعراق الجلفي، ما اقول لك ويمكن ولكن وكذا، كنا نحكيها بالعراق الجلفي. اليوم اني ما اجي على المشاكل، خلي اجي على الاسباب اللي ادت الى هذه المشاكل، خلي اجي اني احل مشكلتي مع الاقليم. شنو مشاكلي اني مع الاقليم؟ مشاكل الرواتب المتاخره. شنو مشاكلي مع الاقليم؟ مشاكل المناطق المتنازع عليها. شنو مشاكلي مع الاقليم؟ اقليم كردستان هو جزء من العراق، اني كشخص عراقي، عراقي ابن بغداد، ابن الموصل، ابن الانبار، ابن صلاح الدين، ابن الناصريه، ابن العماره، ابن 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 ابن, ابن الديوانيه، ابن القادسيه، ليش اني اطب مثلا للاقليم اسوي اقامه؟ يجب ان تكون هنا كل جزء من اجزاء العراق، تشانها انبار، تشانها ذيقار، تشانها ميسان، تشانها بابل، يحق له ان يكون اقليم وفق الدستور، ولكن حكومه المركز تظل حكومه مركز. انت اليوم ليش العراقي من يدخل الى اي اقليم يكون يسوي اقامه؟ ليش ما تحل مشكلتك مع الاقليم؟ شنو اللي يريدوه؟ الرواتب المتاخره شنو؟ المناطق المتنازع عليها شنو؟ حل مشكلتك الداخليا وبعدين توجه للخارج. اليوم انا كعراقي وامتلك الجنسيه العراقيه وعندي البطاقه الوطنيه العراقيه، ليش اطب الاقليم كردستان لازم اسوي اقامه؟ ليش؟ مثل ما رايح الى سوريا، مثل ما رايح الى طهران، مثل ما رايح الى الى اي الى الى اي دوله. طيب. اسوي اقامه والاقليم هو جزء من العراق، ليش ما اقعد انا رئيس الوزراء العراقي مع رئيس اقليم طيب. كردستان واحل المشاكل الداخليه بيناتنا؟ هذا اللي حل المشاكل الداخليه. حل طيب. المشاكل الداخليه سيبعث الطمانينه بنفوس المواطنين بالمقابل. اليوم طيب.